صارت بسابع نومي. هذا صار تمام. يلا خلينا نبلش. شو صار ليه؟ ما بعرف شو قصدي. عربي؟ لا مو عربي. حي ارصدني. حي تحسين انت وقفتي. لك ما بدي واقف. خليني مقبورة. ولك تحمدي ربك انك وقفتي. ولك اذا المشي هكذا صاير فيني ما بدي. ولك دخيلكم رح موت. لا تخاف، ما رح تموتي. اخوكي مسلم. طب بتجيبي لي حلق وهريسه؟ اي خلص تكرم عيني. تاني مرة أنا بروح معك، مو كل مرة سعاد. بالله شو؟ لا تتنبهي. خلص بقى أنتوا الثلاثين. ها يمكن هي الدايت تجيبك. روحي افتحي الباب. مين؟ أهلا وسهلا. أهلين. صباح الخير. أهلين. ليش تأخرتي؟ صار معي شغلة. أما شو شغلة؟ بتفقع ضحك. شو هي؟ أم تحسين. شبه أم تحسين؟ كويتها. يخرب بيتك على هالعملة، ليش كويتية؟ لك مو كانت عم شو بدي ساوي يعني؟ يلا رايحين. يلا تفضلوا. يلا خاطركم. الله معك. يلا بالك على كاميرا لأخوك. تفضلي يا سعاد. يلا نار وشعلة. الله لا يوفقك يا ديمة. الله ينتقم منك. ولك الله يبليك مثل ما الله بلاني. الله يغضب عليك يا تحسي. يا ردي خلفت كلب ولا خلفتها. كل السبب منك يا أبو تحسي. الله ينتقم منك. الله لا يوفقك ولا يردك. دخيلكم. شو سويتي لها للمخلوقة؟ يا ستي وبلا طول سيرة، أنا كنت إجي كل يوم لحتى أعتني فيها، ولاقيها مغرقة حالها هي وبقوعية بفرشتها وريحة. الله لا يورجيكم. والله يا أبو نجيب شفنا أحسن شي ديبة هيداي وشغيلة وبتجيب مصاري وما تتكلف علي يا بنوه. عيني عليك يا أبو نجيب. مينو هاد؟ أنا ست راسي. أنا مين أنت؟ لك شو مين أنا؟ أبو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي أحكي معك كلمتين. شو بكي؟ يو لك انا حرمه وحدانيه، شلون بدي افتح لك؟ انك كلمتين بدنا حاكيك اياهم. شبكي شو حناكلك؟ احكي من ورا الباب. كيف سالك ست راسي؟ تاخديني؟ لوين؟ لك شو لوين؟ اسمعوا للسمعة. ست راسي يعني بتتجوزيني؟ لك جواز قبرص ان شاء الله. حرمتك لسه ما نشفوا تراباتها، داير بدك تتجوز؟ عم بشوم عليك. لك والله اذا بتاخديني طاقة القدر بتنفتح لك. لك ايش بدك عندي؟ عندي برغول وعندي زبيب وعندي قاورمة وعندي عنب. الله وكيلك، شو ما بدك عندي. شايفني مو شايفة أكل بحياتي؟ قال برغول وقاورمة وزبيب. اسمعوا لا ليك، إذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحارة. صحيح إنك واحد سفيه؟ ولي عليك شو حكينا؟ بلاها ست بلاها. الله يغضب عليك يا تحسي. ما بتسأل وبتقول في عندي أم مقطوعة من شجرة. الله يوفقك يا ديبة. صحيح وجعتيني بس انضفت وصرت قوم اقعد لحالي واقضي حاجة. لك الله يوفقك ويستر عليك يا ديبة. والله لو ما عم تتفقديني وبتخدميني كان الدود أكلني وأنا عايشة. الواحد بيعمل بأصله يا أم تحسين. واللي ماله أصل شو بيعمل؟ الأصل ما بينشرى ولا بينباع.
اللي ماله أصل بيعمل لحاله أصل. شلون يعني؟ يعني بأخلاقه الحلوة، بالكلمة الطيبة، يعمل خير لوجه الله. مزبوط كلامك، والله صحيح. أم تحسين، ما اشتقتي لابنك؟ لكن ما اشتقت له، والله اشتقت له كتير. بس هو بيقولوا ما كان منيح معك، يعني كان أزعر وسرسري، مو هيك؟ الذنب مو ذنبه، ذنبي أنا وأبوه. وهي شوفت عينك، الله عم بيحاسبني بالدنيا قبل الآخرة. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. أنا عصيت ربي كتير، بس غصباً عني، غصباً عني. حطي عينك بعين الله واستغفري، ربنا غفور رحيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. مو عيب عليك يا بضاي تاخذ المحرمه من البنت وتخليها معك. محرمه؟ ايه المحرمه، المحرمه اللي كانت بجيبتك يوم اللي كنت بالخستخانه، المحرمه اللي اعطتك اياها بنتي لتمسح الدمات عن ايدك، ولا نسيت يوم الخناقه؟ لا خليك مرتاح، خليك خليك مرتاح احسن ما يفتئ جرحك. انا كنت بدي اعطيها اياها بوقتها، بس يعني معلومك يعني مي حلوه نعطيها اياها وهي مليانه دم. ايه وبعدين؟ يعني قلت لحالي خلي الحريم يغسلوها وبعدين يبعثوا لها اياها. او ليش ما اخذوا لها اياها؟ معلومك عمي ابو خير، انا ايش كنت بدي ابعتها؟ كنت ابعتها مع الوالده، والوالده تقلعت من بيتك. ولا بدك ياري ابعتها مع مين ما كان ويصير حكي اشكال والوان. وليه ما اعطيتني اياها الي او لخيره؟ بس انت زلمه مالك معدل. يا عيب الشوم عليك، يا عيب. انت دايس بساطنا بخيره وبتموم. اسمع، هاي الحركات بتبطل لي اياها ولا بيصير شيء ما بيعجبك؟ ها بتمونها. حرقني قلبي يا ابو حمود، حرقني قلبي. بس والله والله مالي تاركه لسليم. شو ناوي تساوي؟ طالما هو بعيد عن الحاره ما لح اعرفه، مفوض امري لله ياخذ حقي منه. بس والله والله اذا بشوفه بالحاره لاذبحه لو كنت على حفه امري. فوض امرك لله يا ابو رضا، وابنك الله يرحمه حتسبه شفيع لك عند رب العالمين ولك اجر كبير. أنا ما راح لاحقه مشان أقتله، بس إذا أجع الحارة لهون أكيد ما راح أتحمل حالي، وبيكون هو جرى على نفسه. أخ يا محمد، أخ كل ما أتذكره شلون راح ببين إيدي. الله وكيلك بحس النار عم تشعل جواتي شقي. الله بيعوضك، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وإن شاء الله بيكون شفيع لإلك ولأمه. والله ما بعرف، بس هالمرة الوجع أكثر من كل المرات يلي قبل. إيه لكن تقبريني، لأنه صار لك كم سنة ما حبلتي. إيه إيه، وبعدين إذا الله ما كذبني والعلم عنده، أنت عندك صبي. يو شو عرفت؟ لأنه ظهرك عم بيجعك. الحمل بالبنت أحن من الحمل بالصبي. إيوة قلتيلي. تقبريني عجلي شوي، أنا قايمة شقة اللحمة لازم تستوي قبل ما يجوا الرجال. لك عدي عدي ارتاحي، هلا اللحمة عم تنسلق والرز ما بياكل وقت. تقبريني إذا إيش أبو أدهم يقبر قلبي وما لقى العشاء جاهز، والله لا يصير عقله. لا تخافي تقبريني، مازال صار في مين يتشفع لك ما رح يحكي معك شي. يو مين هو بده يتشفع لي؟ يو ابنك عفاف خانم اللي ببطنك، ولا مو معبي عينك؟ يبعت لك الهنا يا ديبة، طبعا معبي عيني، يقبر قلبي. انا وابوه عم نستنى تكه بتكه، بس الحكي بيناتنا ديبه والله ما بعرف شو ابو ادهم، مالي حاسسته مبسوط مثل كل مره. من هموم الحاره ومشاكلها، الله يكون بعونه.
ايوه الله يعينه يا اخي. ايه تقبريني، ما قلتي لي كم نفس عازمين على العشاء؟ والله ما بعرف بالضبط، لحظة لقلك. اخواتي ومختار حارتلكم واربع خمس خيالة من هنيك وابو وضاح وخيالك حارتنا كلهم. ديبة لقوم الاكل ما يكفي؟ لا بكفي، بالصلاة على النبي، في اللحم وفي الرز وفي الخبز وفي الطبيخ، ان شاء الله بكفي وبيزيد. ايه ان شاء الله. فارد امي انا اشوف اللحمة. شو بده يكون فيه يعني؟ زبيب. وين اخذه؟ لكن شو وين اخذه ست راسي؟ بدي بيعه. ابو نجيب خليهم، بكره بنلاقيهم بالشتوية اذا اشتهينا، واذا اجانا شي ضيف بنحط قدامه صحن. مو محرزين والله. مو محرزين؟ انت المحرزة ست راسي، انت المحرزة، الله يخلي لنا اياكي. الزبيبات بيسقولن 10 15 برغوت. بدك يعني فرد فيهم مشان تحطيهم بالشتوية وتتسلي فيهم؟ إن شاء الله بتتسلي بحق جلدك إلهي. طيب خلي لك شوي. إذا زاد معي شوي وما نباعوا بجيب لك يا منيحك. السلام عليكم. إن شاء الله ما بتبيع ولا حبة. لك يخرب بيتك، شو مكلوب على هالدنيا؟ إلهي تنصاب بداء الكلام. عسل عسل. ليش عم تضحك يا راسي؟ شو ما شفتوا حدا قبل هالمرة عم يبيع زبيبة؟ شو عجيبة. وليش حتى نضحك عليك يا ابو نجيب؟ لك اتركوا اتركوا خلي الاولاد ياكلوا زبيب. الله يرزقك ابو نجيب، روح روح الله يرزقك. الله يرزقك. عسل يا زبيب. بلح بلح يا زبيب. بلح بلح يا زبيب. اخي مو للبيع، مو للبيع زبيبات، مو للبيع. شلون مو للبيع وانت عم تنادي زبيب يا زبيب؟ اخي عم نادي بس لك ما بدي بيعك، لانه حضرتك ما بتشتري الا بالجمله. انا بدي بيعهم من الفرع، ما بدي اياك طلعت الله. لا سيدي خليني اشوفهم وانا بشتريهم منك بسعر المفرع. اخي هدول قبل ما تشوفهم خمس قطان، بدك ما بدك؟ هات لتشوفهم امك. هات شو خمس قرطان؟ ايه ما بيطلعوا رطلين هدول. الله لا يوفقكم. لك يا مشوكي سامي. لا 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 زهدي. الله يا ابو زهدي ما بدي اخبي عليك، صار عددك جمعيات كثير وكله شباب متعلم ومثقف وعلى كيفك، والدولة عم تلاحقهم، وجمال باشا يبدو عازس على الشربية. سيدي الله ياخذ ايدهم. يا سيدي يا سيدي شو هالتربع يا سيدي؟ شو هالتربع يا ابو سيدي؟ خير خير خير. شو في؟ ابنك سيد راسي، ابنك خرب لي بيتي. ابنك يا لطيف. لك شو بردي؟ الله وكيلك خرب لي بيتي يا ابو خيرو. سرق لي زبيبات سيد راسي، سرق لي زبيبات. ابني سمعك زبيب؟ نعم سيدي، ثلاث قرطان، ثلاث قرطان زبيب. لو لك كرامتك والله يروح على الكركون هلا عمل في مزبطة. على وكيلك يا ابو نجيب وطي صوتك بلا فضايح، وطي صوتك. شو بلا فضايح ابو خيرو؟ خرب بيتي انا، شو سوي؟ شو عمل؟ معلولي شو عمل؟ لك شلون صار لك يا هون؟ ما تزيدوا عم تشتروا سيد راسي منيحة؟ ولا قوة الا بالله، بعدش حقهم. ها حقهم ست براغيث. رب السيرة وامشي بوشي. يلا الله يخلينا ابو زهدي. احلى ابو خيرو. يلا شو هالمصيبة هاي؟ قلت لك يا فتحي انه الخيال، الخيال التالي. شو بشعر ما تقويس؟ لا طول بالك. هلا انت مين بدك تقوس منه؟ لا بتفرق، المهم حدا يتصاوب ويعلقوا الحارتين ببعض.